أدولف هتلر أهدى الملك فاروق عربية مرسيدس بنز حمراء. العربية دي راحت فين؟ في 20 يناير 1938 اتجوز ملك فاروق الأول صافيناز ذو الفقار أو الملكة فريدة. فتح قصر القبة أبوابه لتلقي الهدايا من ملوك ورؤساء الدول. ملك بريطانيا جورج السادس اللي هي كانت محتلة مصر بعت هدايا قيمة جدا، بعت هدايا مضارب تنس وسكواش. جه عايد على حمادة بن أخت، روح يا حمادة أنت وصافيناز مراتك العبوا، خد المضربين دول العبوا بيهم عقبال ما احنا نقلب مصر ونسرق الآثار ونشوف أي موارد ناخدها واحنا ماشيين. كويس إنه ما جابلوش رابر. بينما أرسل أدولف هتلر عربية مرسيدس حمراء مصفحة من الطراز الرفيع. بالمناسبة الملك بس هو الوحيد اللي كان عنده عربية حمراء في المملكة كلها، محدش يركب عربية حمراء غير الملك فاروق. العربية اللي أهداها الملك فاروق دي مصنع منها اتنين، واحدة كان بيستخدمها أدولف هتلر شخصيا والتانية أهداها لشاه إيران، فكده العربية في منها التلاتة، ملك فاروق هتلر نفسه وشاه ايران. بعد الثورة العربية دي اتباعت في مزاد علني واشتريها تاجر يهودي ب70 جنيه، بينما تقدر قيمة هذه السيارة ب 300 مليون يورو حاليا. مكان العربية غير محدد لوجود روايتين، اول رواية بتقول انه تاجر اليهودي اخذ العربية على طول على المينا، ومن المينا على ايطاليا، ومن ايطاليا على روسيا، وهي موجودة في متحف ما في روسيا. ما قدرناش ان احنا نوصل للمعلومة واضحة واني متحف في روسيا. المعلومة التانية انه في مجموعة من الالمان توجهوا للرئيس عبد الناصر وعرضوا عليه قيمة مليون جنيه مصري قصاد العربية دي. رئيس عبد الناصر قال بأي طريقة وبأي شكل العربية دي تتجاب، لكن ما لحقوهاش، التاجر كان فكها وباعها خردة. أما منظور الملك فاروق فكان بيميل للعربيات السبور في شبابه علشان يقدر يجري بيها. كان عندنا ملك روش جدا. ضمن العربيات اللي كان بيحبها كاديلاك، بوجاتي، لانشيا، أستون مارتن، ولما كبر في السن بدأ يميل لعربيات الرولز رويس، كان عنده منها 8 رولز رويس، غير عربيات المرسيدس، ده غير العربيات اللي ورثها من أبوه الملك فؤاد. وبس كده، بيبدأ ب70 جنيه. لو عجبكم المحتوى متنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا محتوى جاي. سلام.